نروح للنادي الاهلي. زميلنا شريف شعبان جاهز عشان يتابع معانا ومع جمهورنا استعدادات وتحضيرات النادي الاهلي. انا بشوف الاسبوع ده على بعضه باكج، يعني اعتقد ان مارسيل كولر حاطط في اعتباراته جدا ماتش بكره وكمان ماتش ومباراه بيراميدز. فخلينا نروح لشريف ونشوف اخبار تمرينه النهارده ايه. مساء الخير يا شريف. مساء النور زميلي احمد، تحياتي ليك وطبعا ولضيفك الكريم الكابتن اشرف ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت يمكن كولر شغال على المباراتين، يمكن ادى اجازه يومين بعد اخر مباراه، والنهارده اول تمرينه هيبقى فيها معسكر ثم الدخول في معسكر طبعا ليله مباراه طلائع الجيش اللي هتكون بكره باذن الله. يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي. التمرين شغال منذ قليل، ويمكن الراجل مركز بعد الرجوع من الاجازه على التكتس والوقفه في الملعب وبعض الجمل التكتيكيه يعني. فيا رب باذن الله يكون توفيق مع النادي الاهلي ونكسب بكره فريق كبير هو فريق طلائع الجيش مع مدير فني كبير طبعا هو الكابتن عبد الحميد بسيوني. عايز اعرف منك اخبار تمرينه النهارده ايه، سكواد النادي الاهلي، هل في جديد فيما يتعلق بقائمه المصابين؟ سواء كنت بتكلم طبعا يعني مين لي طبعا هو بيرسي تاو اللي يمكن الغايب بشكل كبير، عمر يمكن كمال عبد الواحد اطمنا عليه في التدريب الاخير قبل مباراه الداخليه، نعرف منك كده ايه الاخبار. يمكن تمرين النادي الاهلي بدا منذ قليل، الاول كان في محاضره فنيه كولر مع اللاعبين، نقاط القوه والضعف الفريق طلائع الجيش ثم التمرين. تمرين بيشارك فيه ما شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي بما فيهم بيرستاو ايضا بيشارك في التمرين، كهربا بيشارك في التمرين، الكل بيشارك في التمرين، الكل تحت امر مستر كولر هيختار ايا كان يخش المعسكر معاه. الكل اصبح جاهز الان، كولر بقى يختار اللي هو عاوزه، الجميع متاح ومتاح لي او الجميع متاح لي كولر طبعا ايا كان بقى. النهارده الراجل بيشتغل التكتيك بتاعه، هيشوف مين اللي يناسب مباراه بكره هيبدا ياخده النهارده معاه في المعسكر. ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الكل بيشارك في مران النادي الاهلي الان في ملعب التتش. الولد الصغير اللي كان موجود في الكادر يا ريت تجيبهولنا مع مستر مارسيل كولر من شويه شريف، واعتقد انه كمان حصل على توقيع عدد من لاعيبه النادي الاهلي، ايه حكايته او ايه قصته؟ الولد الصغير لما جيت التمرين لقيت ولد موجود بيتكلم الانجليزيه وبيتكلم العربي مكسر جدا، عايش في كندا طول عمره، حلم من احلام حياته ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، يتصور مع لاعبي النادي الاهلي. بالفعل طبعا هنا المسؤولين سمحوا على الفور بالتصوير داخل التتش، مدير الكره الكابتن خالد بيبو، فحقق حلم طفل مصري عايش في كندا. ومش عاوز اقول لك السعاده اللي كانت باينه على وجه الطفل وهو بيتصور مع نجوم لاعبي النادي الاهلي ومع كولر والمدعبات والتوقيع على التيشيرت، خارج في قمه سعادته، خارج ينقل تجربه عاشها يمكن في اقل من 10 دقائق داخل النادي الاهلي في كندا، يتكلم على اللي شافه في النادي الاهلي وحلاوه النادي الاهلي ومعامله مسؤولي النادي الاهلي مع طفل مصري بيعيش في كندا. يعني طبعا شيء لطيف جدا والله، كويس ان ولد في كندا وعايش ومتابع وعارف انه الاهلي، واعتقد انه يعني مواجهات الاهلي على مستوى كاس العالم حطته في حته ثانيه بتهالي على المستوى العالمي، وكل الولاد المصريين الاجيال الجيل الثاني والثالث اللي اتولد بره عارف دلوقتي ان في نادي مصري كبير جدا موجود دايما في المحافل العالميه هو اسمه النادي الاهلي. خليني اسالك وارجع مره ثانيه لقائمه اصابات النادي الاهلي او الغيابات في الفتره اللي جايه يا شريف. احنا الحمد لله قائمه الاصابات الحمد لله ما فيهاش غير علي معلول، يا رب يعني باذن الله يعني تكمل على كده لحد نهايه الموسم ويرجع لنا كمان علي معلول ايضا يعمل لنا يعني اضافه كبيره جدا، يا رب بس تكمل على كده. الدنيا كويسه جدا، النهارده هيخش بعد التمرين في معسكر مباراه بكره ثم يستعد ايضا لمباراه بيراميدز، يمكن توالي مباريات ضغط المباريات، الراجل بيشتغل جانب نفسي جانب تكتيكي جانب بدني، بيحاول يشتغل التغذيه ايضا اللي هي عامل كبير جدا عشان اصابات اللعيبه، بيهتموا بالتغذيه بيهتموا بالاكل اللي ممكن ما يجيبش اصابات عضليه للاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل على التفاصيل زميلي احمد، وما ادراك ما التفاصيل في كره القدم، اللي عاوز ياخد بطولات واللي عاوز يقف على منصات التتويج لازم يشتغل بالتفاصيل. كولر وجهازه بالكامل بيشتغل على التفصيل، فعشان كده ما تستغربش ما تلاقي النادي الاهلي بيتوج بكم البطولات الهائل دوت. انا ما تابعتش بس تمرينة امبارح، تاو امبارح خد او شارك في التقسيمه ولا اكتفى بس انا شفته طبعا ظاهر وحضراتكم شفتوا بيرسي تاو دلوقتي هو بيشارك في اجزاء من تمرينته النهارده، هل خد جزء في التقسيمه بتاعت امبارح ولا اكتفى بس بالجوانب البدنيه؟
امبارح واول امس كان اجازه لاعبي النادي الاهلي ما عدا المصابين، كان ميرستاو موجود بيعمل بيشتغل على برنامجه، وده اللي عاده النادي الاهلي، اي اجازه بيبقى الفرقه اللي بتشارك بس او في القايمه اللي عنده تاهيل او اصابات ما بياخدش اجازه فبيشتغل، فبيجي ميرستاو امبارح اول امبارح بيشتغل، ولكن النهارده هي اول تقسيمه ينزل فيها مع لاعبي النادي الاهلي. جاهزيته بقى 100% 80% 70%، انا بتكلم جاهزيه فنيه. أيوة ترجع بقى الكولر والجهاز الطبي، ولكن هو الان مشارك في التمرين بصفه كامله بصفه منتظمه على النادي الاهلي. صحيح، مش الكلام مش بس على ماتش بكره. طبعا بشكر الزميل عزيز شريف شعبان، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي، بس زي ما حضراتكم شفتوا لقطات معانا دلوقتي من التمرين، بيرسيتاو بيشارك، والفكره مش مباراه بكره. طبعا التقسيمه النهارده هتحدد الى اي مدى بيرسيتاو اصبح جاهز للمشاركه، مستواه، فعاليته، قدراته بدنيا وفنيا ومهاريا هيحكم عليها مستر مارسيل كولر. لكن اللي يهمني او اللي انا بتكلم عليه فكره انه كل الاوراق تبقى جاهزه قبل يوم 12 وقبل يوم 22، لانه الى حد كبير جدا المواجهتين دول اعتقد، وده اللي هسمع راي اشرف فيه، هم اللي هيحسموا بشكل كبير شكل المنافسه على بطوله الدوري. طيب